حامد لا يميز ولا يسوغ أو يجيز التمييز بين بعد المكان، وهو يستخدم هذه العبارة البعد، بعد المكان تخيل، وبعد الزمان، كأنه درس النسبية. تخيل قبل كم رحمة الله عليه. ويرى أنهما ماهيتان من المتعذر التفكيك بينهما، وهذا صحيح. الفلاسفة فككوا بينهما، تعاملوا مع الزمان على أنه شيء بحياله، ومع المكان على أنه شيء بحياله، لذلك تناقضوا. تناقضوا، فقالوا مثلا العالم من حيث الزمان، الكون كوزموس، هذا من حيث الزمان الوجود، هذا لا بداية له فهو أزلي، ولا نهاية له فهو أبدي. جميل. لكنه من حيث الفضاء، الحيز، المكان، محدود وموجود هكذا دائما بهذه الحدود، ومن المحال أن يصغر عما هو عليه أو أن يكبر ولو بذراع عما هو عليه. أبو حامد قال أنتم متناقضون، هذا كلام فارغ كله، كيف استطاع أن يكتشف التناقض؟ قال لأن مقولة الزمان لا معنى لها بمعزل عن مقولة المكان. عقل جبار الرجل حقيقة، ما تشوفوا الشيخ وإحياء علوم الدين، هذا عقل الله خلقه هيك، فيلسوف. بس أذكى من هؤلاء، أذكى من أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفراوي وابن رشد، أذكى بمراحل الرجل، آية من آيات الله. طب أنا سأوضح لكم هذا بطريقتي الخاصة عاد، ولم يفعل هذا بتبسيط شديد جدا جدا. طبعا ليس لأنني عبقري أو أذكى، لا، لأنني في القرن 21 ودرست النسبية ودرست الفيزياء، يعني على قدر تحصيلي، فأعرف هذه الأشياء، أستطيع أن أبسطها الآن سهلا. طيب كيف أيها الأخوة، ما هو الزمان عند ابن سينا أيضا وعند أرسطو وعند الغزالي؟ بتعبير عصري بسيط جدا، الزمان هو عداد للحركة، عداد للحركة، واضح؟ لو اختفت الحركة بالكلية بالمطلق يختفي مفهوم الزمان، ما في شيء اسمه زمان، انتهى خلاص، لابد من حركة، ولو حركة جسيم دون ذري في النواة، خلاص هذه حركة. إذا وقف كل شيء وما في أي ضرب للحركة يختفي الزمان، ما في زمان، مستحيل، صحيح. هذا طيب الزمان النفسي، ما هو حركة، وحركة وإلها أسس في حيز مكاني كمان. أنا الحين مثلا قاعد هيك لا تحركش، لكن مخي في الداخل بيشتغل، وبعرف بعد قليل أني أنا قبل دقيقة مثلا أو قبل شيء قريب من الدقيقة كنت أفكر في الملوخية، والحين بفكر في أبو حامد غزالي، إيه معناها في قبل في بعد، إيه حركة، ما في حركة، تعرف كيف؟ وهي حركة كيميائية وحركة كهربية، وتمشي في الأعصاب يا حبيبي، وفي المشابك اللي درس الفيزيولوجي السينابس وفي المشابك يتم تحلل مواد معينة. زمان كانوا يقولوا أسيتيلكولاين بس، الحين اكتشفوا منها أكثر من 70 مادة، وناس قالوا أكثر، ناس قالوا 500 مادة. هذه تتحلل في المشابك في الأعصاب، تخيل المشابك العصبية بتتحلل، وطبعاً في تحديد لسرعة تحللها، وبتحللها بتنتقل الأشياء اللي أنت بتعبر عنها بأنها أفكار وعواطف. في حركة، في شيء بيتحرك قاعد رايح جاي، ما في، لو كل شيء توقف ينتهي الوعي وينتهي الزمن، ينتهي كل شيء خلاص انتهى. فمحمد قال لك ببساطة أنتم تسلمون أن الزمن هو عداد للحركة، والحركة تقتضي محركاً، تقتضي وتقتضي متحركاً. من لاش في المحرك الآن؟ ندخل في مقولة فلسفية، خلينا في المتحرك، والمتحرك يقتضي حيزاً يتحرك فيه. يعني تتحدث أنت عن جزيء من أسيتيلكولاين، بده هذا مشبك يتحرك فيه. تحدث عن إلكترون، بروتون، ميزون، بده شيء دون ذري يتحرك فيه، صح؟ ما فيه. ولذلك مقولة المكان مرتبط بما بالزمان، والزمان مرتبط بالمكان، لو فني احدهما يفنى الاخر. فقال لهم كيف بتقولوا انتم انه هذا، شوف العبقري، عبقري جينيوس، كيف بتقولوا انه الكون هذا ملوش بدايه في الزمان لكن مكانيا محدود؟ غلط غلط، اذا هو غير محدود زمانيا لازم يكون غير محدود مكانيا. انتم تناقضتوا، قلتوا لا هو محدود مكانيا ومش محدود زمانيا. قال هذا كلام فارغ، هذا مش فلسفه. ذكي جدا الرجل، هو فيلسوف ومتكلم عالم فيزياء كأنه فيزياء، مش معقول رجل، مش معقول، رحمة الله تعالى عليه. نعود إن شاء الله لهذه المسألة. طيب على كل حال هذه المسألة مسألة قدم العالم كما قلت لكم، لا أريد أن أخوض فيها، طويلة جدا، يمكن أن تقرؤها على مهل، لكن ما عندوش قاعدة